محكمة التعقيب على هرم قضائي في تونس باتت قراراتها لا تنفذ هذه الأيام فبعدما أقرت حكم يقضي بالإفراج عن سامي الفهري مدير قناة التونسية القابع في سجن المرناجية منذ أكثر من ثلاثة أشهر قرار لم تنفذه النيابة العمومية ليدخل الفهري في إضراب جوع فعلا مشيت زرت مناوبي في سجن المرنجية ما نخبيش عليك في ساعة ما ظهرت عليه مظهر التعب على وجهه هو دخل في إضرب جوع وحشي وحسب تصريحات محامي سامي الفهري إن ممثل النيابة العمومية لدى التعقيب يواجه تهما تصل إلى حد العقوبة بالسجن مدى الحياة وزيد يقول من بعد هذا إذا كانت فوت شهر العملية هذه الاحتجاز العقوبة تولي مدى الحياة واذا معناتها نجر عليها موت العقوبه تكون الاعدام وانا قدمت راني رسميه في المعنى هذا ضد كل من عطل تنفيذ قرار الافراج على سامي الفهد جمعية القضاة التونسيين حذرت من خطورة المسألة واعتبرتها سابقة خطيرة تهدد القضاء التونسي نأكد على الخطورة لأنه أصبح أه معناها أصبحت الأحكام لا تنفذ وهذا الحقيقة معناها سابقه خطيره يعني انه قرارات لتنفذ في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس النيابه العموميه السيد نور الدين البحيري بان محكمه التعقيب ليس من اختصاصها النظر في بطاقات الايداع تتعالى اصوات المحامين هنا للدفاع عن هيبه محكمه التعقيب ويجي يتكلموا ويتحدثوا ويقولوا اي ما هو النيابه قالت ما عندهاش الحق محكمه حق. لا اله الا الله لا اله الا الله كيف يكون لأحد وهو خصم في النزاع القضايا في الخصوم القضائي، في الخصومه القضايا في الخصومه الجزائيه خصم طرف نيابه باش تجي تعلق على محكمه التعقيد مش تعلق بصوره علميه لا لا تعلق في مرحله التنفيذ وتقول يجي وما يجيش اذا وصلنا للمرحله هذه راهو على الدنيا السلام امتحان اخر للقضاء التونسي وتحد اخر لرجال حقوق الانسان فدرس جديد في الفصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه درس قد يربك عشاق العداله الانتقاليه